قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن مواقف بعض الدول الأوروبية تتطور تدريجياً لدعم حل الدولتين وإحلال سلام بالمنطقة. وخلال المؤتمر الصحفي الختامي لاجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، شدد أبو الغيط على أن المجتمع الدولي تنبه لوقوف إسرائيل إلى الجانب المضاد للتاريخ، معرباً عن ثقته من إقامة الدولة الفلسطينية. إسرائيل فشلت لأن المجتمع الدولي لأول مرة على مدى عقود وعقود يتنبه إلى أن إسرائيل تقف إلى الجانب المضاد للتاريخ. التاريخ يقول لكل حق الشعب في تحديد خياراته وحقه، وبالتالي الدولة الفلسطينية البازغة قادمة لا ريب فيها، وليست في عقود وليست في سنوات، ولكنها قريبة، أراها رؤى العين.